رجل مهم. ساتوري، أستاذ ناجي عطى الله ما له علاقة بالبزنس، ما يحب البزنس، ما يحب الفلوس، ما يطيقها. ماكو واحد ما يهتم بالبزنس ويحب الفلوس ما عداك أستاذ سعد. أنت حالة خاصة. ما يخالف أسولف وياه وبعدين أجيب لك النتائج. هو إيش قد قاعد عندك بالبيت؟ 3 أيام واقفة. يعني باكر نقدر الظهر نشوفه. ستوري اسمح لي، ترى عيب علينا احنا نخلي ضيوفنا بالبيوت ببيوتنا ونجي نسولف وياك. اسمح لي. قهوتك ما شربتها؟ قهوتي ما احبها، بردت، شربها انت. والله ما يصير يا شباب، انتم تبقون مكانكم مثل ما كنتم. احنا اصحاب بيت، انا والاطفال ننام هنا بالصاله والنسوان ينامن مع بعض بالغرفه. انت بتقول يا ابو رحمن عيب ما صحش الله، واحنا غرب ده بيتنا. كملوا فرش المراتب دي على الارض، احلى نومه نومه الارض دي. والله انا خجلان منك يا استاذ ناجي. يا رجل خجلان ايه؟ ده انا اللي خجلان والله. العيال دي حتبوظ الدنيا. هاي شو هاي؟ الله 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 الله. هشكو شنو الموضوع؟ على كيفكم؟ بابا اللي هو اللي تعور. شنو الموضوع؟ تقبل بالله استاذ، تقبل. الاستاذ ناجي والشباب يردون ينامون بالصاله ويتركون غرفهم، بالله هي اصول. لا 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 ما يصير استاذ ناجي، ما يصير. يلا الشباب يطلعون على غرفهم. يلا علي الطلاق بالثلاثه، ما هم نايمين غير في الصاله. الله يخليك استاذ ناجي، لا تحلف لا تحلف ارجوك. انت بتقول يا استاذ سعد وفي بيننا وبين بعض تكليف؟ قرايه راجل. انتوا اسعدتونا استاذ ناجي، انتوا وجوكم حلو علي. تدري انا هاي اختي الصغيره زينب، صار لي شهرين ما شايفها، وهاي مو بس اختي، لا انا اللي مربيها مثل بنتي، وزوجتها لعبد الرحمن وهذول ولدهم، ما يرتاحون الا هنا ببيتي. انت راجل طيب، انت راجل طيب. اشكرك اشكرك استاذ ناجي. انا صدق استاذ ناجي، انا عندي بالسرداب غرفه، فين؟ بالسرداب. بالسرداب ممكن تنقل الجناط مالتك هناك حتى يصير مجال بغرفتك تنام براحتك، ويمكن تنقل واحد من الشباب يمك. لا 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 لا، إلا الشنط، أنا ما أعرفش أنام إلا والشنط دي جنبي بصراحة. أصلي فيها أوراق مهمة، فيها ملفات دبلوماسية في منتهى الخطورة، توب سيكريت. حقك أستاذ ناجي، الله يوفقك. طب هقول لك على حاجة، لو نزلت الشنط في السرداب، أنا أنام في السرداب ما فيهاش حاجة. شلون حكي استاذ ناجي؟ ومكتوب بالورقة لازم تغادر خلال 24 ساعة من المنطقة. منطقتي؟ هاي منطقة الحرية، الأغلبية فيها شيعة، لما يغضبوا على أحد تجي الميليشيات الشيعية تهجرهم. الله، يعني دول يهجروا دول، ودول يطردوا دول، ودول فرحانين قوي عشان دول وقعوا في دول، ده عيش تقيل من هنا ب60 إلى دي. ما عرفتنا بالأخ. الأستاذ ناجي عطالله أخويا وصديقي، والشباب اللي معاه دول ضيوفي كلهم من قبل عمك أبو القاسم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. أخويا كمال الصغير بيني وبين زينب. أهلا أستاذ كمال، أنا آسف عاملين لكم ربكة يعني. ربكة إيش يا أستاذ ناجي؟ إحنا بنص الربكة. أختك زينب هي وزوجها هجروهم من الدورة ميليشيات السنية، هسه عندي. أستاذ سعد، أنت مش قلت لي السرداب فاضي تحت؟ نعم. يا شباب اطلعوا هات الشنط من فوق. أستاذ سعد، أنت ليك قرايب تاني في بغداد؟ نعم. هيجوا برضو؟
عيوني، أنا راح أوديش المحل أبو العبايات، أحسن واحد يسوي عبايات ببغداد. ومو إشكال، إذا طويلة هو يضبطها إليش، لا تخافي. مش عارفة أقول لكم إيه، تعبكم معايا. لا 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 حبيبتي، ولا يهمك، تعبك راحة قلبي. تعالي بس، تعالي أراويش المحل مال العبايات، هياتك، تعالي. جميلة شادة. شادة دي حبيبة مصر. وطنية العالي الحرية، انت الباني مع البني، وانت الهادي. أستاذ ناجي، تقدر تقول لي شعور محمد عبد الوهاب الله يرحمه لو كان عايش يقدر يغني هذا الكلام؟ نحلم بالوطن العربي الأكبر، احنا الآن ما نقدر نحلم نوحد الوطن للأصغر. البلد مقسم لميت قسم. أستاذ سعد، أنا عندي سؤال عايز أسأله بس متردد شوية. لا بالعكس، قول اسأل. الوضع قبل الاحتلال كان أحسن ولا دلوقتي أحسن؟ أجاوب أني لو عندكم وجهة نظر. جاوب أنت سعد، جاوب. أستاذ ناجي، الجواب الأول، أستاذ ناجي، قبل الاحتلال كنا عايشين بأمان واستقرار، خدمات عامة حقيقية، يعني كانت أكو دولة، أكو حياة، أكو بشر، مستقبل. ولكن ممنوع تتدخل بالسياسة، ممنوع تفتح بمه، ممنوع تنطق، يعني ماكو حرية. الحياة ملهاش قيمة من غير حرية. تسمع الجواب الثاني؟ ولسه في جواب ثاني؟ أنا افتكرت الاثنين خلصوا. بعد الاحتلال ماكو أمان، ماكو استقرار، ماكو دولة، الكل يقتل الكل. لكن أكو سياسة، تقدر تقول لا، تقدر ترفض، يعني عندنا مساحة من الحرية. طب ازاي بقى يبقى في حريه والبلد واقفه؟ شفت سؤالك شلون الى جوابين استاذ ناجي، وانت بكيفك براحتك، تريد الجواب الاول ولا الجواب الثاني؟ اذا كان علي انا عايز حريه وعايز خدمات. يبقى ما تقدر تعيش بهذا الوضع. اسمع يا سعد، الوضع السابق ما كان ممكن يتغير لولا تدخل الامريكان، وهاي حقيقة علينا أن نعترف بها كلنا. الوضع سيء، الأمور دا تصير من سيء إلى أسوأ. لا كمال، إحنا دا نعيش بأسوأ وضع الآن. لا يا سعد، أنا أتذكر قبل كنت أجيك لهنا للبيت وما كانوا الأمريكان داخلين للبلد، وكنت تقول نفس هاي الجملة ونفس هذا الحكي. اسمعوا يا جماعة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، العيب فينا احنا. لا كمال، لا لا تبرر المذنب وتخلي الذنب عليك، يعني انت الشعب، والشعب الان لا حول له ولا قوه. ليش احنا مو بشر؟ احنا ليش يعني ما نقدر نعترض ونقول لا؟ ما كنت تقدر تقول لا لولا تدخل الامريكان كمال. لا كنت اقدر اقول لا. صلوا على النبي يا جماعه، يعني ده سؤالي اللي انا سالته، وانا ندمان ان انا سالت السؤال. اللي يدري يدري، والما يدري قضبه عدس. مظبوط، هو ده التحليل المنطقي. هو قال ايه؟ معناه ايه يعني؟ هو بيقول نفس الحكايه مالتكم المصريين، اللي ما يعرفش يقول عدس. اللي قاله ده ما... اللي ما يعرفش يقول عدس.